وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد محمد أبو العينين الكاتب والمحلل الصحفي من لندن. مساء الخير السيد محمد. يواصل النظام القطري دفعه الرشاة لتحسين سمعته أمام العالم، وحتى ولو كانت علاقته بالإرهاب باتت واضحة، كيف ترى ذلك بالنسبة لدولة تعتبر الملاذ الآمن للإرهابيين، وهذا ما اتضح في الدعوة التي رفعت؟ يعني مساء الخير عليكم وعلى جمهوركم الكريم. في البداية جعلينا نقول أن صناعة النفوذ هي أحد استراتيجيات الدول، والقدرة على التأثير على الأطراف الأخرى من أجل ربما تغيير بعض السياسات هو أمر مشروع. متى يأتي أو يحدث التداخل الذي يؤدي إلى أن توصف الدولة بدعمها للإرهاب هو أن ينصب هذا الدعم بطبيعة الحال على خلق النفوذ، على جماعات سياسية ربما تكون هذه الجماعات السياسية تسعى إلى خلق كيانات موازية للدولة، وتسعى بطبيعة الحال إلى التأثير على القرارات السياسية لهذه الأمور، وربما يتسبب دعم هذه الجماعات إلى زعزعة الاستقرار في هذه البلدان، وبالتالي ينتج ما يمكن أن نسميه عملية الخلل. هنا نأتي إلى الدور القطري، كيف ساهمت قطر أو السياسات القطرية في زعزعة كثير من النظم في عدد من البلدان، وكذلك إلى دعم عدد من التنظيمات التي تصنف على أنها تنظيمات إرهابية تتخذ من الدين ربما وسيلة لتحقيق أغراضها وتستخدم العنف في هذا السياق؟ نعم. نجد أن عديد من التحقيقات التي أجريت في هذا السياق وربما منذ عام 2011 إلى الآن تثبت تورط الدعم القطري لعدد كبير من التنظيمات التي توصف بأنها تنظيمات إرهابية. هنا أتحدث عن التنظيمات التي تتخذ من الدين وسيلة للعمل السياسي، وهو ما أثبتته تحقيقات كثيرة امتدادا من مالي وجماعات الإخوان المسلمين في عدد من البلدان العربية، نتحدث عن ليبيا عن سوريا إلى ما إلى ذلك. وهذا الأمر بطبيعة الحال أدى إلى تأثيرات كبيرة وما زالت مستمرة حتى الآن. نعم سيد محمد، اليوم ومع تكشف كل هذه التهم ومع رفع هذه الدعوة، يلجأ النظام القطري إلى دفع رشا إلى جماعات الضغط تضغط على السياسات الخارجية لتدفع عنها هذه التهم. إلى أي حد من الممكن أن يواصل النظام القطري في هذه السياسة، خاصة وبعد أن هناك الكثير من الدلائل التي ربطته بالإرهاب؟ اعتقد انه من الصعوبه بمكان استمرار هذا السيناريو، يعني هذه السيناريوهات من الصعوبه بمكان استمرارها نظرا لحاله الخلخله الحاصله الان، ونظرا لحاله الارتباك الشديده القائمه الان. وان كنت ارى انه عدد من الدول تستخدم ربما ازدواجيه المعايير، فنجد مثل الولايات المتحده الامريكيه في الوقت الذي تصم فيه وتصف فيه عدد من الدول بدعم الإرهاب، هي نفسها تستخدم هذه أو النظم لديها تستخدم هذه الدول. على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت النفوذ القطري لدى عدد من التنظيمات، وهنا استخدم يعني بشكل محدد القاعدة وطالبان في أفغانستان للتوصل إلى تفاهمات ربما استفادت منها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بطبيعة الحال له آثار جانبية كبيرة، لأنه في نهاية المطاف يترتب على هذه السياسات أن يكون هناك ازدواج في المعايير، أن يكون هناك دعم لعدد من التنظيمات الإرهابية التي يعني تساعد في خلخلة الأمن الدولي، وربما إلى عدم التوصل إلى تسويات سلمية لكثير من النزاعات الدولية. ولدينا الآن ما يحدث في ليبيا على سبيل المثال، وما يحدث في اليمن هو نتيجة دعم التنظيمات الموازية للدولة والتي تسعى بطبيعة الحال إلى التأثير في عمل الدولة. نعم سيد محمد أبو العينين الكاتب والمحلل الصحفي من لندن، شكرا جزيلا لك.